مساء الخير أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج أمل وحياة. برنامجنا متنوع وشامل، بيتكلم عن كل القضايا والمشاكل اللي تهم الشارع المصري والشأن العربي. هيكون معانا نجوم كتير في مجالات كتير، في الفن، في الاقتصاد، في الصحة، في التعليم. النهاردة في أولى حلقات برنامجنا هنتكلم عن التسويق الإلكتروني. طبعا احنا عارفين ان الانترنت دخل في كل مجالات الحياة وبقى في كل بيت مصري وعربي، وبقى سهل ومتناول النهاردة معانا الأستاذة هبة، هتكلمنا عن التسويق الإلكتروني وتجربتها وإزاي قدرت توصل لحلمها. أهلا بيكي يا أستاذة هبة. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا ونورت ربنا البرنامج. يخليك. حابين نتعرف بحضرتك أكتر. أنا هبة محمد، مسوقة إلكترونية. بدأت شغل التسويق الإلكتروني من زمان جدا، أخدته خطوة خطوة من أول ما بدأ لغاية الحمد لله دلوقتي وصلت للي أنا فيه دلوقتي. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. بساعد غيري، يعني الأول خالص كنت واخداه كشغل ليا، بعد كده دلوقتي لقيت إني ممكن أساعد غيري بأنه هو بعرفه إزاي يعمل تسويق إلكتروني، إزاي يكبر من قناته، إزاي يكبر من البيج بتاعته وكده. يعني جميل، كنا عايزين نعرف منك نبذة مختصرة عن التسويق الإلكتروني، مميزاته، عيوبه. بالنسبة للتسويق الإلكتروني، هو مميزاته دلوقتي كتير، لأن أغلب الناس دلوقتي كلها بقت تتعامل عن طريق الإنترنت. الأطفال الصغيرين بقى إيديهم فيها الموبايل، الكبير والصغير كلهم بقوا ماسكين الموبايل، فبقى موضوع التسويق الإلكتروني أسهل بكتير من التسويق العادي. بالنسبة لمميزاته وعيوبه، فهو زيه زي أي مجال في الدنيا، كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. فزي ما هو ليها مميزات وعيوب، برضو التسويق الإلكتروني ليه مميزاته وليه عيوبه. مميزاته ايه؟ مميزاته ان انت بتقدر تعرف، يعني مثلا حضرتك عندك محل ملابس مثلا، تمام؟ تمام. انت بتسوقي المنتج بتاعك على المنطقه اللي حضرتك فيها بس، يعني الشارع اللي جنبك اللي وراكي كده. لما تيجي تسوقي بعد كده على الانترنت، انت بتسوقي لكل المحافظات اللي حواليكي، بره مصر جوه مصر، تقدري تزودي قاعده الانتشار بتاعت منتجك على السوشيال ميديا. عيوبه، كل حاجه ليها عيوب. عيوب التسويق الإلكتروني، كتير من الناس ما بيبقوش أقلاء الذمة، بيكونوا اللي هم بيغشوا، بيسوقوا من سمعة المسوق الإلكتروني أصلا، وده احنا مش هنقدر ان احنا نوقفه، لأن ده موجود أصلا في كل حاجة. بالظبط كده، صح، تمام. طيب ايه بقى، عايزين تكلمينا عن تجربتك الشخصية في التسويق. تجربتي الشخصية بدأت من بعد ثورة 25 يناير. أنا كان عندي مكتب دعاية وإعلان، أنا أساسا مصممة جرافيكس، خريجة المعهد البريطاني IBI، قسم حاسب آلي. اشتغلت في شركة دعاية وإعلان كمصممة، بعد كده تدرجت في العمل لغاية لما بعد كده أسست مكتب صغير للدعاية والإعلان. بعد ثورة 25 يناير كل حاجة وقفت، الشغل كله وقف، كله في بيوته، خايف من اللجان الشعبية، خايف من المروح والمجي. بعد كده اتجهت بقى للتسويق الإلكتروني، يعني أنا الحمد لله يعتبر من أوائل الناس اللي اشتغلوا على التسويق الإلكتروني. اشتغلت في كل حاجة، تسويق بالعمولة، أكل بيتي، اشتغلت، جربت كل مجالات التسويق الإلكتروني، لغاية لما لقيت نفسي في مجال الإعلانات، اللي هو أنت عندك منتج، أنا بعرفك إزاي، بأهلك إزاي تسوقي له، بأهلك إزاي تسوقي المنتج بتاعك أو محتواكي أو قناتك أو الحاجات دي كلها. تمام، جميل. طب اكيد في مشوار تحقيق حلمك قابلتك مشاكل وصعوبات، طبعا عايزين نعرف ايه هي وازاي قدرتي تتخطيها. هقول لحضرتك، انت لما بتتعاملي مع حد عن طريق الشاشه، الحد ده ما بيبقاش واثق فيكي. ازاي تكسري حاجز ان هو يبقى واثق فيكي؟ ان انت تكوني صادقه في العمل مع العميل، ان انت تقدمي الخدمه باحسن ما هو كان عايزها، خدمه افضل. مثلا العميل الخدمه بتاعته تقعد يومين، لا انا بقول 3، عشان لما اسلمها له يومين يبقى المصداقيه اكتر واخد نجمه زياده. فهي دي الاساسيات لنجاح التسويق. بالنسبه للفشل، كل يعني لازم تدور على الحاجه اللي انت موهوب فيها، ما تشوفش الحاجه الناجحه ايه وتقول انا هعمل زي ده، شوف الحاجه اللي جواك ايه واعمل زيها، يعني كبرها ونميها، ما تبصش لحد. تمام. طب هل هناك انواع من التسويق اللي
اه في انواع كتير من التسويق الالكتروني، في تسويق الكتروني عن طريق الفيسبوك، في عن طريق التليجرام، في عن طريق في كل انواع السوشيال ميديا عموما. كل واحد شاطر في حاجه معينه، انا شاطره يوتيوب، في غيري شاطر فيسبوك، في غيري شاطر تليجرام، فكل يعني انواعه كتير التسويق. طب من وجهة نظرك انت بقى، التسويق الالكتروني احلى ولا التسويق العادي؟ الفتره الجايه هيكون التسويق الالكتروني هو الاعم، هتلاقي بس جنبك سوبر ماركت، عيش، الحاجات اللي هي المتطلبات الأساسية. لكن على المدى القريب جدا إن شاء الله هتلاقي التسويق الإلكتروني دخل في كل حاجة في الحياة. دلوقتي الأكل البيتي بقى عن طريق التسويق الإلكتروني، عن طريق السوشيال ميديا، تقدري تطلبي أكل من عن طريق النت. فالفترة الجاية هيكون التسويق الإلكتروني ليه صدى كبير قوي قوي عندنا هنا. يعني انت بتعتقدي ان التسويق الالكتروني هيبقى في يوم من الايام بديل عن التسويق العادي؟ اه طبعا، اه في ظل ازمه الكورونا والحظر، ازاي الناس استفادت من التسويق الالكتروني؟ استفادوا جدا. احنا دلوقتي هقول لحضرتك، انت لو هتنزلي تشتري حاجه من بره هتخافي على ابنك، هتخافي على نفسك من الاختلاط، هتخافي من كل حاجه. بقى بالنسبه لك التسويق الالكتروني اسهل بكتير، ان انت لو تطلبي الحاجه بتاعتك اللي انت عايزاها عن طريق الانترنت. فبقى في ازمه الكورونا ناس كتير اتجهت للتسويق الالكتروني، لان مصدر رزقها خلاص بقى زيرو، مش عارفين يشتغلوا، قللوا العماله في المطاعم، قللوا العماله في الشركات، قللوا العماله في البنوك، في الحاجات دي كلها. فكل واحد بدأ يتجه لمصدر مصدر رزق بديل ليه، فبدأ كل واحد يشوف الحاجه اللي جواه ايه ويبدأ ينشرها على اليوتيوب، حتى لو رسم. يعني انا لو حد تمام. بعرف ارسم يعني، فبعرض شغلي دوت على اليوتيوب، بعرض شغلي على الصفحات، بتجيب ناس، بتجيب ربح بعد كده. طب في ظل الكورونا كنت ازاي بتقابلي العملاء او تتعاملي مع العملاء؟ كده كده انا من قبل الكورونا وانا موجوده اصلا، فبالنسبه لي الموضوع ما اختلفش كتير. يعني انا بشتغل من بدري جدا، فالموضوع بالنسبه لي ما اختلفش كتير. بس قاعده العملاء كبرت، انت بدل ما كنت بتتعاملي مع مستشفى، عياده، صيدليه، كذا كذا كذا، دلوقتي بقيتي تتعاملي مع ناس كتير قوي. طب ازاي، فيس تو فيس ولا اونلاين؟ لا اونلاين، كله اونلاين. اه مش بره، مش جوه مصر بس، انا بتعامل مع ناس الحمد لله من بره مصر وجوه مصر. الشغل بتاعي بقى اللي هو بروج لقنواتي اليوتيوب على موقع الفيديو الشهير اليوتيوب. كل واحد بيبقى عنده طبعا شروط اليوتيوب الاول كانت سهله قوي قوي، ان انتوا ان اي حد يعمل قناه ويربح من عليها. بعد كده بدأ يعمل شروط تعسفيه اللي هي 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك، فده بقى يبقى فيه صعوبه كبيره جدا لاي حد عايز يشتغل. ازاي انا هحقق 240 الف دقيقة وانا لسه مبتدئ؟ فانا بأثر الطريق على اللي بيقدم، اللي عايز الخدمة دي، بروج له عن قناته، بحقق له الشروط اللي هي الالف مشترك والـ4000 ساعة عن طريق ترويج القناة بتاعته على مواقع عالمية كبيرة، اللي هي عن طريق في الضغط مدة والنقرة قد ايه؟ الواحدة. من 10 ايام او الاول كانت بتبقى سهلة، لكن اليوتيوب دلوقتي برضو بدأ يرخم علينا شوية تاني. بس بقيت المدة اللي انت ممكن تحققيها في سنة و6 شهور و10 شهور والحاجات دي ممكن احققها في 10 ايام، 15 يوم ماكسيمم. ما شاء الله. طب ايه هي مواصفات المسوق الجيد؟ الالتزام، الصدق، ان انت تكون فاهم شغلك صح. ما ينفعش تكون انت مش مسوق الكتروني وتقول انا خبير تسويق. ما ينفعش تكون لسه بتبدأ شغلك وتقول انا متمكن من شغلي. فلازم تكون اول حاجة شاهد كتير، احضر الدروس كتير جدا جدا جدا، اتفرج اكتر ما انت بتشتغل، علشان كل ما بتتفرج وتشاهد 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 هيكون عندك قاعدة كبيرة من المعلومات. طب هتبدأ، ازاي نطبق بقى؟ ما هو التطبيق ده بقى مميزات المسوق الشاطر. المسوق الشاطر اللي عايز يشتغل بجد ازاي يطبق؟ اه انا اخدت معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا، اخدت كل المعلومات اللي تفيدني، ابدا اطبقها عملي. اعمل بيج على الفيسبوك واروج عنها الشغل بتاعي، اشوف، اخش مواقع كتير لو انا ناوي اعمل ترويج لقنوات او بيجات او كده، اخش مواقع كتير قوي واتعاقد معاها. في مثلا بيجات اللي بتوصل ل 8 مليون و10 مليون ومليار، دي بتدفعي لها مبلغ وتعرضي الاعلان بتاعك عليها، فدي برضو بتحقق، بتزود الربح بسرعة او الوصول للهدف بسرعة. فالمذاكرة الكويسة قوي 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 هي من صفات المسوق الجيد. هل في حسابات معينة بيفضل التعامل معاها أو حسابات بالنسبة لإيه؟ حسابات إعلانية بيفضل التعامل معاها ولا لا انا من بشتغل خلالها؟ عادي، لا انا بشتغل عادي بحسابي العادي. طب لو اشتريتي منتج
ده بيحصل للناس كلها، اه يعني طبعا اشترينا منتج بمواصفات معينة، لما بيجي يوصل لنا بنيجي نشوفه بنلاقيه مواصفات مختلفة خالص عن اللي احنا اخترناها. ازاي نتعامل في حالة في الحالة دي، وازاي نوعي المشاهدين في ان هم يتجنبوا الغش ده؟ بصي، هو الغش التجاري مش موجود على السوشيال ميديا بس، الغش التجاري موجود في الخضر اللي تحت بيتك. فهو موضوع الذمة ده مش بتبقي مقتصر على حاجة معينة، الغش موجود في كل مكان. الخطأ اللي موجود فيه بيتحمله شركات الشحن. شركات الشحن لما بتيجي توصلك منتج تقولك ايه، لا مش هتفتحي المنتج، استلمي وبعدين ابقي اتكلمي. في مواقع كتير دلوقتي زي سوق دوت كوم والحاجات دي كلها بتبقى عندها خدمة اللي هي التبديل او خدمة ارجاع المنتج او الحاجات دي كلها. فلما تيجي تتعاملي مع حد، اتعاملي مع حد موثوق فيه، او لو حد رشح لك حد بيشتغل كويس استلم منه منتج قبل كده. لكن ما تتعامليش مع حساب يكون لسه جديد البيدج بتاعته فيها 5 10 15، في الاغلب بتكون البيدج دي غش. طب لو انا عميل وعايز شغل، جيت لك تمام، على حسب نوع الخدمه اللي حضرتك عايزاها بحدد لك عليها الوقت الزمني في تحقيقها، بحدد لك برضو عليها انا بحدد الفتره الزمنيه، الخدمه حضرتك عايزه خدمه ايه بالظبط، فيسبوك يوتيوب تليجرام الحاجات دي كلها، بقول لك شغلي كذا 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 بمبلغ قد كده وبشتغل. في باكج معين؟ او طبعا في باكجات كتير، يعني انا شغلي في باكجات كتير، تاهيل القنوات اليوتيوب، اعلانات مموله على الفيسبوك، الحاجات دي كلها في اسعار مختلفه جدا، يعني حاجات كتير والحمد لله الاسعار قليله. ده اللي خلى الحمد لله الفكره اللي انا عملتها، فكره حقق حلمك، نجحت قوي وسمعت جدا الحمد لله. ناس كتير دلوقتي بقت تتكلم عني، ناس كتير تتكلم عن المصداقيه بتاعتنا الحمد لله، يعني حققت الحمد نجاح لله. في فتره قصيره. طيب احنا عايزة نصايح منك للشباب اللي ناويين يدخلوا في مجال التسويق الإلكتروني وخاصة البنات. ما تقوليش انا هتشوفي اكتر حد ناجح وتقولي انا هنجح زيه، ما تبصيش للريفيوهات الناس اللي انت العاليه قوي اللي بتحقق ارباح عاليه قوي دي، قعدت سنين وسنين وسنين عبال ما توصل للي هي فيه. ما تبصيش قدام، ما تقوليش انا هشتغل ايه في اليوتيوب، قولي انا هعمل ايه في اليوتيوب. لازم تكوني مميزة، شغلك يكون مميز، هو ده اللي بيصنف شغلك، سواء كنت حد كويس او حد لا. ذاكري كتير قوي قوي قوي، احضري دروس كتير على اي مجال انت عايزة تتعاملي فيه، يعني حتى لو هتسوقي عن ملابس عن اكل عن الحاجات دي، شوفي الناس الاعلانات، صيغة الاعلانات بتتكتب ازاي، شوفي طريقة تعامل البائع مع المشتري ازاي، واحفظي وشوفي وبعدين ابدأي قدمي المنتج، ما تخشيش على طول الا لما تذاكري كويس. معنا اتصال تليفوني، استاذ مصطفى من اسكندريه. الو، ازيك يا دكتوره؟ ازي حضرتك؟ الو، منوره البرنامج. بنور حضرتك، اهلا وسهلا والله بيك. كنت عندي سؤال للاستاذه هبه اسمحي. اه اتفضل. بخصوص التسويق الالكتروني. تمام كذا سؤال، لو انا مبتدئ تمام ازاي ابدا او ازاي اشتغل؟ ما انا قلت لحضرتك ازاي تبدا وازاي تشتغل. طب حضرتك مجال ثاني حضرتك سؤال، ثاني سؤال، وانا مجالي براند اكسسوار وفيزا الكتروني. ايه تاني كده معلش عشان الصوت مش واضح. براند اكسسوار وفيزا الكترونيه. تمام، دي اكسسوار ليه علاقه بالالكترونيات ولا اكسسوار حريمي ولا ايه؟ لا، اكسسوار الكترونيات، تمام، فيزا يعني الكترونيه الحاجه مرتبطه ببعضها صح؟ بالظبط. تمام. طيب حضرتك عايز تعمل التسويق بتاعك عن طريق ايه؟ انت شاطر في ايه؟ فيسبوك والله يوتيوب؟ هو هي بتتقاس على اني شاطر في ايه ولا مش فاهم؟ لا حضرتك عايز تسوق عن منتجك عن انهي هو انا منصة؟ عندي المنتجات عايز اسوق لها، اعمل ايه؟ ماشي، ما انا بقول لحضرتك هتسوقها على الفيسبوك ولا هتسوقها تعمل لنفسك قناة ولا هتعمل تليجرام ولا هتعمل ايه؟ ما هو في كذا نوع من انواع يا فندم، التسويق هو ايه الالكتروني. افضل هو عايز يسألك انهي القنوات الاحسن اللي فيه. انا مقدرش هسوق اقول عليها؟ انهي الاحسن لاني انا شاطره يوتيوب، غيري شاطر فيسبوك، غيري شاطر يعني تليجرام. هو شاطر في اي يجرب مجال؟ يجرب ده وده وده، يعني جرب اعمل بيج على الفيسبوك، اعمل قناة على اليوتيوب، اعمل قناة على التليجرام، هتشوف حضرتك انهي مجال اللي ابدعت فيه وتبدأ تكمل فيه. طيب ولو انا عاوز اعمل خطة للقنوات او للمنصات كلها، ازاي انجح اعملها في او حاجة واحدة الاول، انجح في حاجة وبعد كده روج عن باقي الحاجات عن طريق الحاجة دي،
يعني انت بص نجحت انا على بشوف الفيسبوك. براندات يعني بيستغلوا كذا منصة في التسويق ليهم وبينجحوا. تمام، ما هو دول شاطرين في المنصة دي. طب يعني اجيب واحد متخصص يعمل لي الكلام ده مثلا ولا؟ لا حضرتك لو عايز تجيب حد متخصص يعمل لك الشغل ده، في ناس متخصصة للشغل ده اللي هي إدارة بيج، إدارة قناة، إدارة ايوه الحاجات دي. لكن حضرتك عايز تشتغل بنفسك، زي ما بقول لحضرتك ذاكر كتير وابدأ اشتغل، اعرض شغلك هنا وهنا وهنا وشوف انهي مجال حضرتك هتبرع فيه وتكمل فيه. استاذ كده انا مصطفى، اخسر الحاجه دي عندي. استاذ مصطفى، الاستاذه هبه موجوده معانا بعد البرنامج، تقدر حضرتك تتواصل معاها وهي هتفيدك. وشكرا لحضرتك يا استاذ مصطفى. دلوقتي عايزه اسالك، ايه اكتر حاجه شغاله فيها؟ يعني انت شغاله مع افراد ولا مع شركات افراد؟ ولا ترويج اعلانات؟ لا ترويج اعلانات وافراد. ترويج اعلانات. يعني ما طب ايه انا الفرق ما بينهم كده؟ ترويج اعلانات انت بتعلني عن منتج، بتعلني عن بيدج، بتعلني عن كذا. لكن بتشتغلي مع فرد، انت بتعملي بتمسكي مثلا الخدمه بتاعت الفرد ده بتبداي تشتغلي عليها. انت ما بتعمليش مثلا منتج براند، ما بتعمليش مثلا ما بتعمليش ترويج عن بيج على الفيسبوك متنوعه. لا انت بتشتغلي مع فرد واحد عايز ينجح في الحاجه دي بس. انا تمام. عايز انجح في اليوتيوب، انا عايز انجح في الفيسبوك، انا عايز انجح في التليجرام. هو ده الفرق. طب ايه هي خططك المستقبلية؟ بصي، هو خطط المستقبليه ممكن تكون حلم كبير شويه. الخطط المستقبليه بتاعتي زي ما انا بلجأ للمواقع العالميه علشان ابدا اظبط عليها شغلي، انا نفسي انا كمان الموقع بتاعي يحقق نجاح كبير، والعنصر الاجنبي هو اللي يحتاج للموقع بتاعي. احنا عندنا ناس كتير شاطرين قوي جدا جدا هنا نقدر نعمل ده. فالحلم اللي انا بحاول اوصل له ان زي ما انا ما بلجأ للعنصر الاجنبي، انا نفسي في يوم من الايام العنصر الاجنبي يلجأ للشغل بتاعنا هنا إن شاء الله. ان شاء الله. معنا اتصال تليفوني، الأستاذة ديدا. السلام عليكم. ألو، الو، مع حضرتك. أهلا أهلا بحضرتك. عندك سؤال نعم، للأستاذة هبة؟ انا كنت حابه احيي الاستاذه هبه واوجه لها الشكر واقول لها ان انا بحبها جدا وانا من متابعينها، وانا اصلا فتحت القناه بناء عن ان هي حد بيشجع جدا وحد كويس خالص، وربنا يبارك لها يا رب ان شاء الله، ودايما من اللهم نجاح امين. لنجاح ونشوفها في اعلى المراتب ان شاء الله يا رب. يا رب يا يخليك يا رب. ديدا حبيبتي، شكرا. ربنا يخليك ليكي يا رب سؤال يا ان شاء استاذه الله. ديدا؟ لا انا كنت دايما بشوفها وبشجع بيها والله، فعلا بجد هي من الشخصيات اللي بتشجعك، بتديكي دفعه للامام، بتقويكي، ما بتخليكيش تحسي بالاحباط ابدا. يعني حبيبتي فعلا ربنا يجازيها كل خير يا رب ان ربنا شاء الله. يخليك يا ديدا، ربنا يخليك يا حبيبتي، شكرا يا استاذه ديدا. عسولة قوي الشخصية دي، بحبها جدا. طيب ايه هي رؤيتك للمستقبل في التسويق الالكتروني؟ ما هو المستقبل هو التسويق الالكتروني، يعني هو المستقبل اللي جاي هو التسويق الالكتروني خلاص. محدش يعني حتى دلوقتي لو حد بيبيع ملابس اول فكرة بتتقاله طب ما تعمل صفحة على النت، دي اول فكرة بتتقاله، طب ما تعمل صفحة على النت. فهو المستقبل هو التسويق الالكتروني. صح فعلا. طيب بالنسبة، هل ليكي فيديوهات على الفيسبوك، على اليوتيوب، وليكي انا بيج على عندي، الفيسبوك؟ انا ليا بيج على الفيسبوك اسمها مول التسويق الالكتروني، دي عددها 25,000 فرد. عندي قناة على اليوتيوب انا لسه فاتحاها مؤخرا. قلت بدل مثلا التواصل اللي هو عن طريق الواتساب او الحاجات دي ما بيبقاش مجزي قوي او ما بيفهمش قوي، فبدأت انزل فيديوهات شرح عن التسويق الالكتروني عموما، الربح من عن طريق من البيت، حتى لو حد مش عارف يربح من عن طريق الانترنت. عملت مشروعات يدوية صغيرة تقدر تعملها ست البيت ازاي وهي انا قاعدة، ممكن اربح عن طريق الانترنت؟ كتير بحاجات كتير قوي، في حاجات كتير. يعني الفيسبوك دلوقتي بقى في مصر بيحقق ارباح، ازاي اليوتيوب بقى؟ ان انت تعملي فيديوهات، تقدمي محتوى، تنزلي فيديوهات اللي الناس بتحبها الناس بتشاهدها، دي بتحقق ارباح. ان انت تعملي قناة على اليوتيوب وتحققي الشروط بتاعتها وتبدأي تشتغلي عليها، فاليوتيوب يبدأ يحقق لك ارباح. عندك كذا كذا منصة للربح عن بس طريق برضه اليوتيوب. ازاي الفيسبوك بيبقى بيعمل ربح؟ ليه برضو شروط، نزل شروط، هو مؤخرا بقى في مصر اه تمام. بتعملي بيج على الفيسبوك عددها يوصل ل 10,000 فرد، دي اقل حاجة ماكس، يعني اقل حاجة يعني.
بتقدمي طلب للفيسبوك، لمنشئ المحتوى للفيسبوك، وتقولي له انا شخصية مشهورة ومعروفة وعايزة انزل فيديوهات على اليوتيوب، والفيديوهات بتاعتك لازم تبقى مش اقل من دقيقتين ويكون عليها مشاهدات عالية. ده فيسبوك مش يوتيوب، فيسبوك، في بقى في ربح على الفيسبوك. يعني انت بتنزل انا بشتغل يوتيوب لكن الفيسبوك في ترويج للفيسبوك. في مصر؟ انا اعرف انه بقى موجود في الجزائر. لا، وبقى موجود في مصر دلوقتي، في ناس كتير شغالة على الفيسبوك وبتربح منه ومبالغ حلوة قوي، بس ده مش مجالي، انا مش شاطرة في ده، انا شاطرة يوتيوب. احنا معانا تليفون دلوقتي من الست ام هبة. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، منورانا. منوره الشاشه يا هبه، وربنا يا بنتي يكرمك ويرضيكي دنيا واخره يا رب، يوسع رزقك يا بنتي. ربنا يخليك. ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس؟ الدنيا بحالها يا حبيبتي، دي ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ماما، ده بفضل دعواتك ورضاكي عليا والله. ايوه حبيبتي، ربنا يا بنتي ويرضيكي ويوسع رزقك زي ما انت مرضيه ناس كتير وموسعه على خير على غيرك يا بنتي. ربنا اللهم يخليك امين. يا ماما، ربنا نورتينا يا حاجه والله. ربنا يخليك، وانت من ورا الشاشه يا حبيبتي ربنا والله، يخليكي، وحضرتك كمان من ورا الشاشه معايا والله، ربنا والله منورين يخليكي يا الشاشه حاج. كلكم. دعواتك لينا بقى، ربنا ينصركم يا رب يا رب، جعل الله فتحه خير عليكم ويجعل وشك حلو عليها يا رب. ربنا يخليكي اللهم يا رب امين يا يا رب، رب يا اللهم رب، امين. نورتينا، شكرا لحضرتك. ده نرجع للاستاذه هبه. انا لو انا اشتريت منتج عن طريق الاونلاين وبعدين طلع مغشوش، ازاي استرد حقي؟ حضرتك، انا بتكلم على اللي من داخل مصر. حضرتك بتعملي سكرين من عمليه البيع والشراء، لو هو تمام مرضيش يرجع لك المنتج، تمام تمام، بتعملي سكرين من عمليه البيع والشراء اللي تمت بينكم عن طريق الانترنت، وتبداي تتوجهي بيها لحمايه حقوق المستهلك. معي ارقام حقوق المستهلك نفيدهم؟ هما موجودين، انا ممكن ابقى اديهم لك لان انا مش حافظهم، بس هما متسجلين عندي. نجيبهم اونلاين خلاص. تمام. اوكي طيب، انت في مشوار كفاحك وتحقيق حلمك اكيد في ناس ساعدتك ووقفت جنبك طبعا، ودعمتك، طبعا. اختاري 3 منهم تشكريهم. بصي، هو اول حد اشكره جدا جدا هو زوجي، اللي هو كان السبب في ان انا موجودة هنا. عايزة اقولك ان هو ساعدني في حاجات كتير، اداني افكار كتير قوي 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 ان انا ابقى كويسة. هو اصلا مصمم جرافيكس، فالمجال مرتبط ببعضه شوية، فاللي هو باخد افكار انا يمكن يكون اللي انا فيه دلوقتي بخبرته. تاني حد احب اشكره ماما وحماتي جدا، دول بجد اكتر ناس فرحولي قوي 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 في نجاحي، بحبهم قوي، اكتر ناس فرحتلي يمكن بدعواتهم انا وصلت لهنا، والله العظيم برضاهم هما الاثنين، يعني مفيش حد بيقل عن الحد ربنا التاني، يباركلك ربنا فيهم يا كرمني رب. بيهم. الحد التالت فريق العمل اللي شغال معايا، نورة شوقي، ايمان عبد الله، هاجر محمود، ديدا آسر، محمد، ناس كتير قوي شغالين معايا، هما السبب في اللي انا فيه دلوقتي، لان لولا الفريق عمل كويس وشغال كويس انا مش هبقى ناجحة. انها احنا استفدنا منك جدا ربنا يخليك، ومبسوطين جدا بيكي، ونورتينا ونورت الحلقه ربنا ونورت يخليك، القناه. شكرا، ربنا يخليكي. هناخد بقى منك كلمه اخيره للمشاهدين. هقول لهم ايه؟ اي نصيحه انت عايزاها لو للمشاهدين؟ عايز تنجح بجد، ذاكر بجد، اشتغل بجد، ذاكر كتير، تمسك بحلمك. بالظبط، تمسك بحلمك جدا. انا محققتش حلمي ده الا بعد 8 سنين، ما تيأسش، هتنجح هتنجح هتنجح. شكرا لحضرتك يا استاذه ربنا هبه، يخليكي، شكرا. والى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا الاحد القادم الساعه 5 في نفس الميعاد وبرنامج امل وحياه. الى اللقاء.